السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو رياكشن اخرى مع اخوكم شاتش. غنديروا البيف ديال فيغوشين. فيغوشين اللي خرج ديسك دابا صافي 2 جوغ. كما قلت لكم في اللايف، قلت لكم غنتسنى الريبونس ديال بوز فلوك، كنتسنى يجاوب باسكو انا بالنسبه ليا البيف من الجماليات ديال البيف هو ان بنادم يجاوب دغيا. بالنسبه ليا البيف كاين فيه ثلاثه ديال اللعيبات مهمين: سرعه الرد، اشنو تقال في البيف، واش كتقول شي حاجه كاينه ولا كتخطرف، والديس كيفاش خرج، واش كيمزك ولا ما كيمزكش. هادو هما بالنسبه ليا ثلاث النقاط اللي مهمين في البيف، ومن اهمهم هو سرعه الرد. وسرعه الرد ما معطياش لكل شيء، وشي خطرات كاين اللي ما كيتسوقش. انا كنت كنتسنى ان بوز فلو يجاوب دغيا دغيا باش نصايبوا ديسك عليهم جوج، نصايبوا ديسك فيغوشين وهذا، ونقارنوا في نفس الديسك. ما طراش هاد الشيء، تسنيت حتى اليوم ما طراش. مي جاوب واحد الصديق اخر جما ولا كجما، جوبونس غيكون كيقرا كجما، جاوب فيغوشين. سو غندوزهم بجوج اليوم. جوبونس هو كلاشا فيغوشين 21 وبعدين اخرين. سو سي لوكازيون غندوزو فيغوشين، نشوفوا البيف ديالو، نشوفوا الكلاش ديالو مع البوست فلو شنو قال فيه، نشوفوا واش النيفو كيفاش داير في الكلاش، اي بيان سور نشوفوا كجما اشنو دار فاش جاوبو. سو على بركه الله، without further ado، على برا علينا يا خويا، علينا اخويا نشوفوا شنو هاد الشيء. عاوتاني درت نفس اللعيب، ديما كندير نفس اللعيب، ديما كندير نفس اللعيب، ما كنجلس كنكون باقي ما داير حتى شي، ما دايرش صناتات. ارا ليا شنو هذا الديسك ديال بوز هذا؟ بوز بيتا من هذا ديك بوز تما بحال بوز مويا ديك بوز بيتا 5 دقائق و 57. يا سلام يا سلام، ارى لي هو دار داك السيل ديال البديات اللي كيبدا بهم بوز، بدا لي بهم. بيبام هابط، بيبام مقتول، غادي بشويه ديتي راسك بابي دابا مارشيش من غنفيزي، جبتي راسك النحل. فاكت شحال هادي كلاش قديم ديال بوز البيك. مباقيش نبدا شي بيفار فراسي، غادي نخسرو دي باخ والخليفان ديالك غيقولو ليك فرعتي فيك وبلا ما نتسناو الريبلاي. هادي الهضره اللي كان قال ملي كتكون اي سي فغي، ملي كتكون باز فان دابا بنادم ولا كيتبع الفان الرابر ديالو، واخا يبان ليه راه خسر غيبقى يقول لي راك ربحتي. وهذا اي بيان سور بوز فلو عنده باز دو فان مهور على الفيغو، سو سي نورمال. مي حنا نقولوا الصراحه، حنا عزاز علينا، حنا عز عندنا موسيقى، انا عز عليا موسيقى، واللي ربح واللي مزك كثر واللي كانت عنده الكاليتي غنقولوها. واش هادشي عادي لسي القاضي؟ واش هادشي عادي لسي القاري؟ سنا ندير شي باطو ديال العباده والتفيفه عما قريب. اوووو العباده
لعبادك تروق لعبادك طبالة الزيوس زيوس بنادم بلا ما تكبو بالسرباك يشلع على النياكارا بجوج نارا باقين فيرج عشي نشوفو شكون تمشي له الباكارا عشي نشوفو شكون اللي باقينا وشكون اللي واقيلا باخيل وكيتنص عشوفو شكون فينا غي كيدوي وشكون هو الملك ديال الاطلس ووو شكون اللي كيدوي شكون اللي فينا الملك ديال الاطلس. واحد اللعيبة عجباني في الديسك هذا واحد تبحبيحة خارجة عند فيغو مقصر تقيل. عشي من النقاط اللي كيعجبوني في الكلاشات هو الطنز الطريقة باش كيغني الرابر خاص يكون فيها الطنز. عندك كلاش انت ماشي مكلاشي باش تخرج ديس مكلاشي باش تاتاكي شي واحد باش تدمر شي واحد فهمتي واحد غير صوفاش كيكون داك الطنز وداك التمنيك وديك التقولية في الغناء وداك الشيء عجباني وعاطي وكتبان واحد واحد البحر عنده يا سلام. دقال على بوز فلو قال لك كنت كنبان لك صغير غتزيدني في بالماريز زعما كان هذيك اللعيبه تاع هذا حيدتو ولا كلاشيتو حيدتو عليا يا سلام يا سلام. بوز خاصو يجاوب بوز خاصو يجاوب هادشي بزاف يكون حارس نتا مقود راك الجالي مي كان في الطال انا الموت شايد على سكوت لشي شاعر اللي تحداني علاش غنسكت لشي شاعر اللي تحداني. عطينا الشاعر حنت كاين فرق ما بين شاعر ورابر ولا ام سي. الشاعر يكتب الشعر ما غديرش ليه شي بيت ولا شي انسترو غيغني فوق منه كيكتبوا لي كيكتب لك شعر جميل. دابا شي قال لي انت عندك الكتابه كتكتب الشعر ولاني ماشي ام سي زعما عطا باس بلان ديريكت هذا حيت انا حقاني ما نقول لك كاش مسكني شي مرات بالحق ملي كنشوفك بالقبيه الباته في التصاور راه كتفقصني والله حيت الفن بلا صوره راه غير صوت اها برداسة بلا ايسونس اها بغي لا تسمع هادي خرجت كليبي مع زيزو الخمس والفام راه كاع ما كيتلاقاو الدمار. لا هادي بزاف هادي بزاف ناري في قوش كيدير لي البوز فلو سير هاد الديكاد الحر راه الخنز والثقافه ولا الفهامه ما كيتلاقاوش يا زعما راه ما كديرش كليبات حيت انت حالتك ماشي ديال الكليبات وما كتنقيش حالتك وكتبقى تغمق عنا بان دماغك راه نقي وكل شيء وانت اصلا عايش في الوسخ والخنز مرقى وانت المرقى عندك في قاع الشرا ود البلاكار ماشي كيك بهالباكار يكوني مع بيكام ترى كاع ما زدتي حتى شي حاجه للجيمي كدور وسط بلاستيكي بيكار بلك جا طلع الشاره وكلام ديال الاغريقه كي كتحط تراك وكضحك على البوبليك هاكا خو خو الفلو زيدك شابه وتكليك بلا فيها باغي غير كيك حتى انت باغي تكليك تيماجين بلي كاتب حيد بلا ما دير فيها باغي الكيك وانت باغي ديكليك زعما ما ديرش فيها زعما انت راه غير كتشير هذا راه انت باغي داك الديكليك اللي غيعاود يلونسي لك البوبليك ويجيب لك البوبليك حتى هي واخا ديجا عنده لا باز دو فان مي اللي عنده 100000 راه كيبغي 200 واللي عنده 200 كيبغي 500 واللي عنده 500 كيبغي مليون وغاده بحال هكا دابا قال داكشي اللي كنتي في البارح حيت ترجع دابا في التراك شيك بحال يوسف باش يقولوا لك رابح. وهاد النقطة هادي مهمة هاد النقطة مهمة في الكلاش. علاش؟ حيت كاين اللي كيجاوب في الكلاش وكيجاوب نيمبورت كومون لا علاقة مع داكشي واش كيمشيو يديرو باش يبان بأنه جاوب واعر ماشي جاوب واعر جاوب دغيا كيكون ديجا موجود ديس كيتسنى غير الآخر إمتى يخرج الكلاش باش هو يمشي يجاوبو. ولاني ملي كتجي تشوف ديس كتلقى بأن ما كاين حتى شي جواب على شنو تقال في داك الكلاش وهادو من النقاط السيئين. الا غتجاوب خاصك تجاوب بالنقاط اشنو تقال عليك وترد عليه كيبان بانك جاوبتي ماشي كنتي كاتب الديس قبل جربت لك صافي 4000 واخا ما عطيتيني حتى 100 ريال مكاده صافي سير في حالك وخليك مع القصص ديال زوميه وحاده ديت ولا حرج خدي لا لا واو حتى حديت لحظه
على شحال زوينه التكنيك خدم بها سميه وحاده وجب هذيك حاديت ولا حرج خدي بغي رجع حادي مفاتي باش فاش يتزاتي الويد نعرفو شكون فينا لي با شكون خدي بغريه تيتزاد الويد نعرفو شكون با شحال هو عامر داريك شكنتسنى غي شي حد يقيسني ونجيبو فيه الحمد لله ملي طلعتي قريب ليا في النيفو باش ما نتسناش انايا بيدوفيل بوووو يا بيرو كيطرش الناس فليت وصحابك كيقولو ليك اكسبير لا بوز خاصو يجاوب نو خاصو يجاوب هادشي فات 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 الضحك فات هادشي خاص القيمه ديال بوز خاصو يتجاوب واه كتترجم نتفليكس ومطلع على بنادم ما تجيش بزاف هادشي راه بان لي حافظ داكشي اللي قراو كيبش ستوريات واليكسبات 2000 كيشكون لي حافظ داكشي اللي قراو كيبش ستوريات كيلبنج في ستوريات كيلبنت في ستوريات اكسبات 2020 ميلادية وباقي كتقول لي بوكس راه بنيجا 2020 ميلادية وباقي كتشد سروال غريب الفنيجا 2030 ميلادية غتموت لا انت لا كاع هذيك الكليكر 2040 ميلادية غيبقى غير فيك وغيدير الدريك فرعت يا يا كرك كاع ما باغي نصيحتك انت غي على الله وخاش انت يلي قاري انت يلي واعي انت يلي كاتب النصوص ميغالومانيا كراشي سي كرك اكثر واحد ما تحراسو ناري 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 جابو بديسك وجابو بديسك وقال لي انت اكثر حاجه ميغالومانيا عقلت ميغالومانيا هي مرض العظمه راس انت فايت كل شيء قال لي كلاسيتي راسك انت اكثر واحد مدح راسو يا سلمى عليك ما كنطولوا في الفيديو شداك الفرنسي كنقولوا لا بيوي خو ماشي لا بيوي ربك مخلي ما غاش لا العوينه اللي كترويك توجيه عباده كيقولوا لي بويز فلو راه تقبك راه صدقوا ماشي كيما ظنيتو كنخاف غير لا تكون كاع ما دويتيش عليا وندي في هاد العواشر الايجن بلاصه كاينه بواط الخاطر بواط وكازا تزعرق مغربي وغادي تخلي رواطا كاع يقصدوا لا صال حيت انا وخويا على البوز بوز وانا على الخماس لي في الاونلاين ما كرهتش ملي نديرو شي بوز ضربوا شي خيوه ونضحكوا على مول الماي مول بي شو رجعت صاحب ما وثاني ولا ما تصالح ما ولا ما عرفت قال لي فهمتي بحال قال لي زعما اوليو باش نكونوا مخاصمين راه خصنا نتعاونوا ونزيدوا نزيدوا يد في يد باش هادي ولا ان هاد النويطه الاخرى ونضربوا شنو قهيوه ونضحكوا على مول المايك ما كرهتش ملي نديروا شي بوز ضربوا شي قهيوه ونضحكوا على مول المايك مول المايك يا مول المايك مول المايك مول المايك مول المايك خاصك تجاوب شي جواب باقلو ماشي فري ستايل انا صراحه نسمع داك فري ستايل ديال مول المايك ما صراحه داكشي ناقص داكشي ناقص دابا راه مابقاش 2 مينوت ضرب كلاش ولا هذا جاوب 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 يجي داكشي نقي ومقاد هذا يا سلام سلام يا سلام شوف كلاش على حقو طريقو كلاش كيقصح ما تقولش ليا بوز ما عندوش الحق يقول لا ما مساليش ماشي النيفو ديالي كلاش بنيفو بدقان بكلمات بتويشات خاصهم الاجوبه واخا هو نورمالمون في الراب جيم ملي كيكلاشك شي واحد في السطر ولا في شي لعيبه اغلبيه كتجاوبوا بسطر ولكن كاين شي خطرات بحال هكايا ما بينك بينه والو هذا عنده الحق يجاوبك بديسك ما عنده الحق بغى يجاوبك بديسك ودا الراب جيم كل واحد يدير اللي بغى سو سي سا سو انت اللي جبتها بوز فلو خاصك تجاوب باسكو صاحبنا ما خلاش فين تقول نشوفنا اللي بقى اللي قربنا نصنتو الديسك الاخر ديال الكجمه نشوفوا كيفاش داير حيت بديت كنطور عليكم في هذا الفيديو هاتي شوفوا كجما كيفاش داير اون توكا هذا بوز بيطا جميل بوز قندل المهم بوز قندل انا قريت فواحد ستاتيو في انستغرام
جاوب فيغوز وكلاس 21 طش وشي لعيبات لنستفسع عرب الرعارة ليا واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة ولدو اللي جاي يدير الفوضى ولدو اللي جاي يشوي الهنا يا لود الباب في لابطة جاي يحيد للبوضى أيوة أجي نضوى جي نيكودا أنا جيت سمعتوا هادي عادي ديال عادي ديال ديال البوز أنا عاود هاد البارتية ولدو اللي جاي يدير الفوضى ولدو اللي جاي يشوي الهنا يا لود الباب في لابطة جاي يحيد للبوضى أيوة أجي نضوى جي نيكودا أنا جيت نتيري ونشوف yeah. طلب برومو الفشوش على فيغوسي ما كانش الابل غتبان السامسونج يعرضوا عليك كيف وتقدر تهزو في قلتي غتبقى في 2040 انا راه بانسو طلعتي فاسو ما غندير بيصه بالجوره برو كراشيتي فوزو صدقتي لا حسو كيفاش البلان مقوت ما انت فان ديالو شافت قاعد في عيز الفلاحه صافي غير كان كلاش وكان في او ميم طون كيبين بانه كيتمزق ليه ولاد الاطلس ناضو عنده تقصار ديال البوز الدري هذا عنده تقصار ديال البوز فريمون كيقصر بحال البوز فلو تيرا تف ديب تاو زعما زعما زو هذا كي رابي بحال البوز وبعقليه البوز بقالو والاقزام السبعه هي تقريبا بلا قال لي الاقزام السبعه وبوزكندال بوزكندال الله يعرس يا نفس السون ديال البوز على عين على عين ني شحال وصل صحاب وصلت الفيديو قررت نوصل 20 دقيقة على هادي ما عليناش ديالك جوج زوينين صراحة سي سيغ كو لاخر ديال فيغوشين فيه الوقت كثر فيه كتب كثر فيه دي في 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 تمعن كثر خدا فيه وقته هذا زويون حتى هو ديال الجمه بوزكندل فريمون زوين حتى هو يا وتيري لبنان غير هو فيه السرعه زرب باش يكتبو كثر ما انه خدا الوقت باش يكتب اون بلوس قصير ماشي بحال الاخر 5 دقائق وشي حاجه واخا كانت شي دقيقه غير في ديك في البداية وداكشي على اين جوج زوينين انا سين ديكوفرت هاد الجمه هذا ما كنتش كنعرفو مي صراحه جي لامبريسيون بحال كان بحال كنسمع بوز فلو ملي تصنت ليه تقريبا حتى الصوت ديالو قريب حتى الصوت ديالو قريب راه ديال الهربه هادي الهربه مع هاد الصوت على اين كنت كنتمنى ان بوز يجاوب ولكن بعد هاد الكلاش هذا من عند فيغو خاصو يجاوب انا كنظن حتى لي فان كيتسناوك تجاوب خاصك تجاوب اوبليجي تجاوب ما كاين حتى شي حل اخر انا صراحه اش اللي كيبان ليا اش بان لكم نتوما انا كيبان ليا كلاش محترم ويستحق الجواب في انتظار ان بوز فلو يدير لنا شي ديس بحال هكا باش يلونسيو لنا البيف بحال هكا كنت واش كاين ولا في غوشين يجاوب كجمه باش نشوف عاوتاني شي بيف بيناتهم اي صافا دوني واحد الموفمون زوين واحد الحركيه عاوتاني زوينه في الموفمون على عين كان معكم خوكم الشات اون سو فوا فيديو جاي ان شاء الله اديوس